كرسي أرامكو للطاقة الكهربائية يوقع اتفاقية مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. الجامعة تعقد ورشة العمل التحضيرية الأولى للمنتدى العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي. اكتشاف علمي تحققه الجامعة بالتعاون مع معهد ماكس بلانك الألماني للبصريات الكمية. الإعلان عن إجراءات ومواعيد القبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية للعام الدراسي المقبل. برنامج استقطاب الطلبة المبتعثين يشارك في حفل الملحقية الثقافية الثالث للخريجين في واشنطن. اتفاقية تعاون مع البروفيسور العالمي فلوتن ليصبح أستاذا لكرسي التعليم الطبي. أعزائي المشاهدين، متابعي التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود، أهلا وسهلا بكم إلى تقرير جديد. برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان، وقع المشرف على كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية الدكتور عبد الرحمن العريفي مع معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري اتفاقية تعاون حول تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتعزيز التعاون بين الكرسي والهيئة، حيث يلتزم كرسي أرامكو للطاقة الكهربائية بموجب الاتفاقية بتنفيذ مشاريع البحوث في الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة بما يتوافق مع أهداف الكرسي، الذي يقوم بتسهيل الاستشارات التقنية فيما يتعلق بموضوعات الطاقة والقوى الكهربائية وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي الهيئة وفقا لاحتياجاتهم، إلى جانب المتابعة والإشراف على الطلاب الخريجين من الاختصاصات التي تهم الهيئة وتنظيم ورش عمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. زيارتكم هي تجسد جزء أساسي من رؤية الجامعة وهي الشراكة المجتمعية. زيارتكم هي تعطي جامعة المقصود دفعة للأمام بأن تحول أبحاثها إلى أبحاث تطبيقية تلامس أرض الواقع وتقدم خدمات بشكل مباشر لما يحتاجه المواطن وكذلك ما يحتاجه الوطن. زيارتكم معالي الدكتور كذلك تثبت أن جامعة الملك سعود على الأقل أن تتوجه في الطريق الصحيح في خدمة المجتمع، كذلك تبرز دور الجامعة أنها تتحولت من جامعة تقليدية إلى جامعة منتجة، والجامعة المنتجة هي التي تركز أو تكون رائدة في التعلم، لأن مصطلح التعلم هو مصطلح شامل يجمع بين القوة التعليمية للجامعة وبين القوة البحثية. فدائما جامعات التعلم هي الجامعات الرائدة في الوظيفة التعليمية، وهي الجامعات الرائدة في الوظيفة البحثية التطبيقية، وهي الجامعات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية. فالعقد الذي وقع اليوم هو يجسد كل هذه الأبعاد. صناعة الكهرباء من الصناعات التي تحتاج بكثافة إلى البحث والتطوير، وجامعة الملك سعود الجامعة الأولى والأكبر في المملكة العربية السعودية، وسعداء أن يكون هناك مجال مثمر للتعاون بين المؤسستين. توقيع الاتفاقية اليوم ما هو إلا وضع إطار تنظيمي، أما الإطار العملي فقد بدأ وسيستمر بإذن الله تعالى لمصلحة هذا الوطن ومصلحة المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية.
بعد صدور الموافقة السامية على عقد منتدى جامعة الملك سعود العالمي للاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في شهر محرم من العام القادم، عقدت الجامعة الورشة التحضيرية الأولى لمنتدى جامعة الملك سعود العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي. افتتح الورشة الدكتور أحمد الشميمري عميد التطوير والمشرف العام على مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال. هدفت الورشة إلى الاستفادة من آراء وخبرات المختصين في مجال الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال للخروج بمنتدى يليق بسمعة الجامعة العلمية، والانتقال من آليات العمل المعتمدة على الأوراق العلمية إلى منتدى يعتمد على الأفكار التطبيقية والممارسات الصحيحة والاهتمام بالتجارب وتقديم حلول ومقترحات رئيسية ترتقي بالاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في المملكة، ويحقق الأهداف المرجوة منه، وهي تعزيز رسالة الجامعات في تفعيل استراتيجية الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة، الإسهام في بناء الفكر الابتكاري والريادي للمجتمع، دعم آليات الاقتصاد المعرفي، تطوير وتنمية آليات التمويل لدعم المشروعات القائمة على الابتكار والريادة، الاستفادة من التجارب العالمية في الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة، تحديد متطلبات وحوافز بناء الاقتصاد المعرفي وآليات تنفيذها في المملكة. اكتشف فريق علمي دولي من جامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمية في غارشينغ بألمانيا التأخير الزمني لتحرير الإلكترونيات من الذرات عند استخدام نبضات ضوئية من الليزر. أدى هذا الاكتشاف إلى قياس أقصى زمن ملاحظ في الطبيعة حتى الآن، وأسهم خبراء من الجامعة في الأبحاث المشتركة التي ألقت الضوء على تفاعل الإلكترونات بعضها مع بعض في المقياس الذري. وقد أبرزت مجلة العلم الأمريكية هذا الاكتشاف على غلاف عددها الصادر في 25 من يونيو الماضي لكونه إنجازاً عالمياً غير مسبوق. يعد هذا الاكتشاف إنجازاً لبرنامج التوأمة العالمية بجامعة الملك سعود، كما يعتبر إضافة وطنية تعطي دلالة واضحة على التقدم العلمي للمملكة ونتاجاً للدعم الذي يلقاه التعليم العالي من القيادة الرشيدة. شارك برنامج استقطاب الطلبة المبتعثين بالجامعة في حفل الملحقية الثقافية الثالث للخريجين في واشنطن، والذي أقيم على شرف معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حظي جناح الجامعة بثناء اللجنة المنظمة وبعض الجامعات المشاركة لتنوع برامجه وتميزها، إضافة إلى ما حواه من المواد المعروضة ما بين إعلامية ودعائية وتثقيفية وأكاديمية، تقدم معلومات كاملة عن الجامعة وإنجازاتها العلمية وتميزها الأكاديمي وتصنيفاتها الدولية، بالإضافة إلى معلومات عن برنامج استقطاب الطلبة المبتعثين ورؤيته ورسالته وأهدافه. وقعت الجامعة صباح الاثنين الماضي اتفاقية تعاون مع البروفيسور كيسفاندر فلوتين ليصبح أستاذا لكورس التعليم الطبي. وقع الاتفاقية وكيل الجامعة للكليات الصحية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري. ويرتكز كورس التعليم الطبي على 3 محاور، هي دعم وتشجيع البحث العلمي والنشر في مجالات التعليم الطبي والصحي، تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم والمناهج وطرق التدريس في المجالات الصحية، التواصل مع متخذ القرارات في الجامعات والمعاهد والإدارات الصحية في المملكة، وكذلك الجمعية السعودية للتعليم الطبي بما يحقق الخطط والسياسات التعليمية الصحية المثلى. الجدير بالذكر أن البروفيسور فلوتين نشر العديد من الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة، ولديه حوالي 450 مؤلفا وكتابا في مجال تخصصه العلمي،
وهو حاصل على شهادة المهنة المقدمة من البورد الأمريكي الوطني للممتحنين وجائزة من جمعية أخصائي التعليم الطبي في المملكة المتحدة، كما حصل على لقب ملكي من ملكة هولندا، وذلك تقديرا لإنتاجه العلمي لمملكة هولندا. أعلن رئيس لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض الدكتور عبد الله السلمان عن إجراءات ومواعيد القبول الإلكتروني للعام المقبل. وتطبق الجامعات الحكومية في الرياض نظام القبول الإلكتروني الموحد للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يوفر أحدث وأسهل الطرق للالتحاق بالدراسة بالمرحلة الجامعية. كان للتقرير الأسبوعي لقاء مع رئيس اللجنة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الله السلمان. نهدف إلى التوعية لجميع الطالبات وأولياء أمورهم بأمور عدة، من أهمها الحقيقة هي التأكيد على متطلبات القبول، وهي حضور ودخول الاختبار القبول الذي يشمل اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يعده ويقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث أن هذا شرط رئيسي ومهم جدا لقبول أي طالبة في أي من الجامعات الأربع. أيضا يجب على الطالبة أن قبل بداية فتح البوابة أن تقرأ الدليل بكل عناية، تقرأ التخصصات الموجودة المتاحة، وتحدد خياراتها وتحدد وترتب رغباتها ترتيبا من البداية إلى النهاية، بحيث تتحقق إن شاء الله لها الرغبة التي تناسب ميولها وقدرتها ورغبتها في حدود طبعا التنافس على المقاعد المتاحة. فمن النقاط المهمة هي ترتيب الرغبات أثناء الدخول على البوابة. فيما يتعلق ببداية فتح البوابة، ستفتح بإذن الله البوابة الإلكترونية الموحدة للطالبات في 8 شهر شعبان، وسيكون القبول على مرحلتين. المرحلة الأولى للتخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية، وهي الحقيقة الكليات الصحية التابعة لجامعة الملك سعود، وأيضا كليات الصحية التابعة لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز العلوم الصحية، حيث سيكون مدة فتح البوابة لمدة 3 أيام، 8 و9 و10 شعبان لهذه التخصصات. ثم سيقفل القبول للتخصصات الصحية ويعلن نتائج المرشحات المقابلة الشخصية، وبعد ذلك يتم تحديد المقابلة الشخصية وإرسال رسائل للطالبات، ويجب على الطالبة الدخول على موقع البوابة على حسابها على موقع البوابة الإلكترونية لمعرفة موعد المقابلة. المرحلة الثانية هي بقية الكليات التي لا تتطلب مقابلة شخصية، أيضا البوابة ستكون مفتوحة ابتداء من 8 شعبان أيضا لجميع الطالبات، لكن ستمتد بالنسبة لغير التخصصات التي تحتاج إلى مقابلة، لغير التخصصات الصحية سوف تمتد إلى 18 شعبان لمدة 10 أيام، وبعدها ستقفل البوابة. فيجب على الطالبات اللاتي يرغبن بالالتحاق في الكليات الصحية أن يتقدمنا خلال 3 أيام الأولى، طبعا لا فرق إطلاقا بين اليوم الأول واليوم الثالث. أما بالنسبة للطالبات التي يرغبنا كليات أخرى غير الكليات الصحية في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك سعود بن عبد العزيز العلوم الصحية، فهؤلاء الطالبات يمكنهن تقدم وتعبئة البيانات إلكترونيا في أي وقت خلال 24 ساعة من 8 شهر شعبان وحتى 18 شهر شعبان، وستعلن النتائج إن شاء الله 20 شعبان. سيتم إرسال رسائل جوال ورسائل بريد إلكتروني للطالبة المقبولة وفي أي تخصص قبلت، ويجب على الطالبة الدخول على حسابها في البوابة الإلكترونية لمعرفة التخصص الذي قبلت فيه. ثم بعد ذلك سيتعين عليها أن تطبع استمارة القبول والترشيح، وتذهب إلى أقرب مركز بريد ممتاز لإرسال شهادتها
الثانوية واستمارة القبول والمعلومات المطلوبة والمستندات المطلوبة وأيضا موجودة في استمارة القبول إلى الجامعة التي قبلت فيها بكل إن شاء الله يسر وسهولة. لا تحتاج الطالب إطلاقا المجيء إلى الجامعة، وإنما فقط المطلوب هو الذهاب إلى أقرب بريد ممتاز. ستتحمل الجامعات تكلفة البريد فهو مجانا على الطالبة. كل مراكز البريد الممتاز هي الحقيقة كأنها فروع لعمادات القبول والتسجيل في الجامعات. نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ورشة عمل بعنوان التحليل الرباعي للخطة الاستراتيجية محور الطلاب. شارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين أجابوا على استفسارات الطلاب حول عدد من المحاور، من أبرزها برامج الإرشاد والتوجيه على مستوى الكليات والخطط الدراسية والمناهج. شارك في النقاش عدد من الطلاب من مختلف التخصصات. هدفت الورشة إلى الارتقاء بمدخلات ومخرجات العملية التعليمية في البرامج الأكاديمية لبناء الطالب معرفيا ومهاريا من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الحالية وطرح برامج جديدة عالية الجودة تخدم المجتمع وتتناسب مع خطط التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل وإعداد معايير مقننة لقبول الطالب الجامعي. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية تقريرنا الأسبوعي من جامعة الملك سعود. إلى أن نلقاكم في تقرير أسبوعي جديد، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.